فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يكتب. ويتحلى المسلم. نعم، بالنسبة للكذب ذكرنا نحن أن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، والآن الواجب على الإنسان أن يتحلى بماذا؟ بالصدق، أن يتحلى بالصدق، أن يتحلى بالصدق، والصدق منجاه. ونحن ذكرنا أن يعني الكذب أنواع، كذب على الناس وكذب على النفس. إنزين، ومن أعظم الكذب أن يكذب الرجل على عينيه، ومن أعظم الكذب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، من أعظم الكذب أو من أعظم الفرى أن يكذب الرجل على عينيه. كيف يكذب الرجل على عينيه؟ بأن يقول بأني رأيت كذا وكذا، هو ماشي منه، لا لم يرى ولا شيء، ولكن أنا رأيت أني أدخل مكان وكذا، والناس عندما تسمع من هذا الإنسان ذلك يقلونه ويحتكي إذا شايف الجنة ذيك النهارة، وهو ماشي منه ما أعرف أبو شايف. فهذا من أكذب الكذب، من أكذب الكذب أن يري الإنسان عينيه ما لم تريا. كذلك نحن حذرنا أن الكذب على الأولاد، لأن هذه سجية تنتقل وعدوى تنتقل، فهذا الولد قد لا يكون من سجيته الكذب، من سجيته الصراحة والصدق، ولكن قد يقع بعض المربين في بعض الأخطاء فيحمل ويعود الولد على الكذب، وذلك ذكرنا في ذلك اليوم إذا ارتكب هذا الولد شيئا موجبا للعقاب، مثلا كسر صحنا، وهم همت هذه الأم أو هذا الأب بضربه، من كسر الصحن؟ قال فلان. أنت كسرت الصحن؟ قال أنا كسرت الصحن. ضربه، لماذا ضربته؟ الأب أو الأم تقول أضربه حتى يربط هذا الولد وينشأ على عقيدة أن من يخطئ يعاقب، يكون عنده ماذا؟ عقيدة ماذا؟ تخطئ تعاقب، أي خطأ وراءه عقاب. ولكن الولد ليس له هذه المقدرة على هذا التحليل، فالولد يربط هذا الأمر بالواقع الذي يراه، قلت صدقا ضربوني، أنت كسرت الصحن؟ قال نعم أنا كسرت الصحن، ضربوني. سيكسر الصحن بعد في المستقبل، هل سيقول سيعترف؟ ينتظر الضرب، إذا اعترف هذه المرة سيلاقي الضرب، فلهذا هذه المرة لن يعترف، بل علمناه بهذه الطريقة غير المباشرة أن يكذب. من كسر الصحن؟ ود الجيران، شايف النقاح من الجدار، ود الجيران عاد، لماذا؟ خلاص، لأنه هو ترسخت لديه، قلت الصدق ضربوني، فالأفضل لا أقول الصدق. لكن ما هو التصرف الصحيح؟ قال الصدق، نكافئه ونبين له أن هذا الفعل كان محل عقاب، وما دفع عنك هذا العقاب إلا قولك الصدق، تقول الصدق هو الذي يعني عفونا عنك، وكلما قلت الصدق نجاك الصدق، فإن الصدق منجاه، بهذه الطريقة.